قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية. نصوص أحاديث يستدلون: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. ثم قال ماذا؟ فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. بهذا يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه، هم كلاب أهل النار. مع أنهم ينطقون ويتكلمون بكلام خير البرية، لكن أفعالهم بضد ذلك. ومن أهم الأسباب التي من أجلها وقعوا في هذا الضلال البعيد جهلهم في دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون شيئا من القرآن ولا يعقلونه ويعاندون ويكابرون.